السلام عليكم. بمناسبة اليوم العالمي للأشعة، حابين نشارك معاكم معلومات بسيطة بخصوص مجالنا. قسم التصوير الإشعاعي يحتوي على طاقم يتكون من أطباء وفني الأشعة، حيث يقوم الفني بالتصوير ويقوم الطبيب بقراءة الصور والتشخيص. وأيضا يشمل شغلنا على عمليات تداخلية مختلفة للتشخيص والعلاج. الكثير من الناس يحسب أن بس في قسم الأشعة راح يحصل على جرعات إشعاعية، لكن بالعكس، كل يوم احنا بحياتنا الطبيعية معرضين، سواء بأكلنا أو قعدتنا بالبيت أو حتى سفرنا، نستقبل إشعاعات بنسب متفاوتة، قد تكون البعض منها أزيد من تواجد المريض في قسم الأشعة. مو كل أنواع التصوير تحتوي على أشعة سينية. على سبيل المثال، جهاز الأمراي عبارة عن حقل مغناطيسي بقوات مختلفة يساعد في التشخيص الكثير من الأمراض لكافة الأعمار وحتى الحوامل. جهاز الألتراساوند المعروف لدى الكثير عبارة عن ترددات فوق صوتية بموجات مختلفة تقوم بتصوير جميع الأعضاء، والحلو في هالجهاز سهولة تنقله والتعامل معه. أما بالنسبة للأجهزة الأخرى مثل السيتي سكان وجهاز الإكس راي العادي، اللي أنا متأكدة أن الكثير منكم جربه على الأقل مرة واحدة في حياته، يحتوون على نسبة من الإشعاعات المختلفة، لكن الموضوع ما يخوف لأن كمية الإشعاع اللي يحصلها الجسم تكون محسوبة على حسب الشيء المراد تصويره. وأهم شيء لا تتأخرون عن أي فحص ينصح فيه الدكتور، لأنه راح يسرع من تشخيصكم وعلاجكم ودمتم سالمين.